إذن ومشاكل العالم التصنيعية لا يبدو أنها ستنتهي، وهذه التراجعات أيضا في سوق السلع والمعادن يبدو أنها تؤثر على الكثير من الشركات، ويبدو أن تاتا ستيل الهندية وتأثر أعمالها في المملكة المتحدة. هذا الأمر إذن سوف هو يقلق الحكومة البريطانية، وبطبيعة الأحوال هذه الشركة هي دخلت هذه السوق البريطانية في العام 2007 تقريبا أقل من 10 سنوات، إذن فيه هي في هذه الأسواق وكانت قد وفرت حوالي 15,000 وظيفة في السوق البريطانية لوحدها، ولذلك هو القلق كبير، يعني لا ينقص بريطانيا أو أي دولة أوروبية مزيد ربما من الصعوبات في صرف مزيد من العمالة في الأسواق. فيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية لهذه الشركة، هي تنتج سنويا 18 مليون طن سنويا في أوروبا، إذن بطبيعة أو القدرة الإنتاجية لها إذن في أوروبا. بالنسبة للإنتاج الفعلي هو 14 مليون طن إذن في المنطقة سنويا طبعا، لكن الطاقة القصوى هي 18 مليون طن. فيما يتعلق إذن بمصنع تاتا ستيل، إذن المصنع الرئيسي الذي هي طبعا هي لديها 5 مصانع في بريطانيا، مصنع بورت تالبوت هو أكبر مصنع لإنتاج الصلب في بريطانيا، ويبدو أن هذا المصنع هو أيضا يحتل ثاني أكبر مصنع في أوروبا الذي يختص بهذه الأعمال، وأيضا هو يوفر حوالي 4,000 وظيفة إضافة طبعا للمصانع الأربعة المتبقية والتي أيضا توفر مجموعة 15,000 وظيفة. إذن هذا فيما يتعلق بوضع هذه الشركة وعدد مصانعها في بريطانيا. ما هي الضغوطات التي ربما قالتها تاتا الهندية والتي أشارت والتي أيضا دفعتها لأن تتخذ مثل هذا القرار؟ إذن التخارج من بريطانيا هو ارتفاع تكاليف التصنيع، لأنه هناك باتت طبعا الكثير من الدول خصوصا الدول الناشئة خصوصا الصين باتت تنافس في عملية التكلفة. التكلفة في بريطانيا ستكون أعلى بكثير طبعا من الدول الناشئة الأخرى. تقلب العملات، هذا الأمر بطبيعة الأحوال أيضا بات يؤثر، خصوصا عندما يكون قوة الجنيه الاسترليني سوف وعند يعني يؤثر على بقية العملات التي تذهب أو بالنسبة لهذه المنتجات التي تذهب إلى دول ناشئة عملاتها هي أصلا متراجعة، وهذا بطبيعة الأمر سيؤثر على نوع المبيعات، وأيضا ضعف السوق المحلية بطبيعة الأحوال. يعني حتى بريطانيا لا يبدو أنها باتت تشير إلى أن هناك جاذبية واضحة لهذه السوق، إضافة للمنافسة القوية التي تأتي من لأعمال هذه الشركة من قبل الصين تحديدا. بطبيعة الأحوال ما هي مشاكل أيضا التي نراها بالنسبة لتاتا خلال السنوات الخمس الماضية؟ بطبيعة الأحوال هناك تراجع في قيمة أصول هذه الشركة، مقدار التراجع كان اقترب من 2,880,000,000 دولار أمريكي. إذن بطبيعة الأحوال هذا في بريطانيا لوحده، وأيضا تراجع في القيمة السوقية لحصتها في الشركات التابعة لها، قيمة هذا التراجع بحدود 1 مليار دولار. إذن كل هذه الأمور بدأت تؤثر على تآكل إيرادات هذه الشركة، لذلك هي تفضل أن توفر في نوعية نفقاتها. فيما يتعلق بوضع أيضا الحلول المتاحة لهذه الشركة، ما الذي تطلبه تاتا؟ هي بطبيعة الأحوال كانت تشتكي دائما من فقدان الدعم الحكومي في بريطانيا لأعمالها، إذن للحفاظ إذن هي قد تفكر الحكومة إذن أن تدعم ماليا في هذه المرحلة هذه الشركة، لأن لا تلجأ إلى صرف عمالها الذين يبلغون 15,000 موظف في هذه الشركة، ولحين إيجاد مشتر آخر بديل طبعا لحصتها في بريطانيا. بطبيعة الأحوال إذن المحادثات مستمرة مع شركة غريبل، والتي كانت قد أعلنت العام الماضي بأن لديها ربما نية لأن تأخذ هذه أو لشراء هذه الحصة. بطبيعة الأحوال إذن الدعم الحكومي قد يساعد في هذه المرحلة، لنرى إن كان سيكون هناك رغبة واضحة من أي مشتري وخصوصا بالنسبة لغريبل أن تعاود المحادثات، وقد تأخذ ربما ما دفعته في الفترات الماضية قد تستطيع أن تدفع أقل منه مع هذه التوجهات، يعني مع هذه المخاوف التي ومع هذا القرار بالنسبة لهذه الشركة. وضع شركة تاتا أو سهم تاتا منذ حوالي 5 سنوات إذن كانت تراجعات في أحوال السهم بحدود 52%. إذن هذا فيما يتعلق بصناعة الصلب في بريطانيا من قبل تاتا الهندية، إذن والتي فيما يبدو أنها مزمعة على التخارج من هذه السوق لوجود الكثير من التحديات أهمها غياب الدعم الحكومي وتآكل في أصولها كذلك.